بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين المشاهدين متابعين بدون عنوان من إذاعة وتلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان على الموجة 107.8، طبعا مسي عليكم بالخير في هذا اليوم الثلاثاء السادس من جماد الثاني لعام 1434 هجرية، الموافق 16 أبريل لعام 2013. تقبلوا تحياتنا من تنفيذ التلفزيوني مع النوائل، من الإخراج الإذاعي نتحمد له السلام طبعا ونقول طاعة مقبول إن شاء الله أخونا نزار أحمد، وفي الإعداد والتقديم أخوكم يعقوب يوسف العوضي. ونذكركم طبعا برنامج بدون عنوان يأتيكم كل يوم ثلاثة من الساعة 10 وحتى 12 صباحا، ويعاد يوم السبت في نفس التوقيت، واللي تفوت الحلقة طبعا ممكن يتابعها يا أما في الإعادة يوم السبت يا أما أنه يتابعها على قناتنا على اليوتيوب. ويا مرحبا بكم يا أنا. طبعا برنامج بدون عنوان عبارة عن برنامج توعوي إرشادي استهلاكي تثقيفي توجيهي في بعض الأحيان، ترفيهي في بعض الأحيان، وبرنامج منوع. طبعا قبل لا أدخل في الموضوع أحب أنوه بس على نقطة. أول شيء يمكن كلكم حسيتوا بالزلزال اللي ضربنا يمكن في الفترة المسائية تقريبا، الحمد لله رب العالمين، نحمد الله سبحانه وتعالى أنه ما كانت في أي أضرار، ما كانت في أي إصابات، الحمد لله رب العالمين، ما كانت في أي أضرار طبعا بشرية أو مادية، اللهم لك الحمد والشكر والفضل والمنة. يمكن الزلزال هذا يمكن يكون رسول أو يكون نذير أن نحن نعيد حساباتنا مع أنفسنا، ونعرف أن الإنسان ضعيف ترى أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. ثاني شيء أبغى أوجه رسالة للأخوان اللي عندهم بلاك بيري والأجهزة والتقنيات الحديثة، يا أخوان ما في داعي لترويج الشائعات رجاء، الله يخليكم. يعني أول شيء أنت تأخذ إثم على هذا اللي تسويه، وفي ناس يمكن تسويه بحسن نية من باب التنويه من باب التحذير وغيره، بس في ناس اللي هم مآرب ثانية، ما في داعي ندخل في تفاصيل لأنه مش موضوع حلقتنا اليوم. ولكن يمكن سمعنا بعض الشائعات تداول خلال أو عبر الأجهزات أو الأجهزة التقنية الحديثة من بلاك بيري وغيره بأنه راح يتكرر هذا الزلزال، وكلام في كلام يعني، وكلها شائعات يعني. اللهم ترويع الناس، ترى نفسيات الناس تختلف، في ناس تخاف، في ناس تفزع، في ناس يمكن تحلم الأشياء هذه، في ناس يمكن ما تقدر تنام الليل، في ناس ساكنة في أبراج وبنايات، في ناس يظل عندهم قلق، في أطفال، في غيره، في أسر، في نساء، في ناس مرضى، في ناس كبار في السن. فرجاء يا أخوان، رجاء خاص، رجاء الواحد تكون عنده أو يكون عنده حس المسؤولية بعدم ترويج الشائعات لأي موضوع كان. أنا أتكلم عن هذا الموضوع لأن الموضوع شوي خذ حجم يمكن صح التعبير. وبعدين خلونا واقعين، يعني الشيء إذا بيستوي ما في حد بيرده غير الله سبحانه وتعالى. إذا شيء مقدر علينا ترى بيستوي، بس الإنسان يكون جاهز للشيء هذا، هو قضاء الله وقدره في النهاية. الإنسان ما يقدر يهرب من قدر الله إلا لقدر الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يكون جاهز. يعني إذا واحد مكتوب عليه الموت وين بيصير؟ يعني شو بيقدر يسوي؟ وإذا شيء مكتوب بيصير. فالحمد لله رب العالمين على كل حال. طبعا هذا كان موضوع جانبي حبينا نتكلم فيه وننوه عنه. موضوعنا اليوم موضوع يمكن يخص الجميع، يمكن في ناس عدوا منه، بس نحن نتكلم عن الأجيال الجاية والشباب اللي موجودين والشابات اللي موجودين. طبعا بداية كل الشكر والتقدير لقيادتنا الحكيمة والرشيدة اللي تهتم بكل صغير وكبير يخص الوطن ويخص المواطن، هذا أول شيء. ثاني شيء كل الشكر والتقدير لسيدي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كل الشكر والتقدير له وعلى جرأته أسد دولة الإمارات. فعلا يعني الشيخ حمدان الله يطول بعمره يوم سماه في قصيدة أسد دولة الإمارات، فعلا هو أسد، وكانت مبادرة تدل على كانت محتاجة لجرأة أو لشجاعة أو لقوة يوم فرض هذه المبادرة الطيبة اللي هي مبادرة إلغاء الولائم في أفراح وحفلات الزفاف الخاصة بالرجال، فكانت مبادرة جدا طيبة. والمبادرة كذلك الأطيب منها قبول القبائل والناس والرجال أو الشباب لهذه المبادرة، فهذا كذلك يدل على التجاوب. فنتمنى نحن أن ما نكسر القاعدة هذه ونمشي عليها، بالذات أنها يدفع مصلحتنا. يعني الشيخ محمد مش عايزان، إذا يبغي يأكل أو يبغي يسوي وليمة يقدر يأكل، ما بقول ما ببالغ بقول العالم كله، لكن يقدر يسوي وليمة حق الشرق الأوسط كله. لكن يتبادر في وقتها، بالذات عقب ما الناس كانت تتشكى من 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 التكاليف الباهظة والبذخ اللي صاير في حفلات الرجال والنساء. فإذا
التجربة هذه أو البادرة هذه أتت بأكلها وأتت بنجاحها ونتائجها الإيجابية على القبائل وعلى الرجال. لكن نحن قلنا بنقيس الموضوع بعد، نحن بعد دورنا أن نحن نأيد قيادتنا ونساهم وياهم وقد ما نقدر نحن نشد على أيديهم ونمشي في نفس الخط. فمفروض بعد نحن كشعب كناس كأهالي كمواطنين تكون عندنا بادرات أو بوادر من هذا النوع. فدعوة اليوم لتقليل وتقليص النفقات في حفلات النساء. فنحن اليوم عنواننا طبعا البذخ والإسراف في الأفراح، ولكن نحن راح نركز الموضوع هذا على حفلات النساء بالذات. مع الأسف الشديد يمكن حفلات الرجال في بعضها ما نقول لا، لكن مش المعظم، بعضها تصير فيها كان يمكن يصير فيها بذخ وصرف وغيره وغيره وغيره، ولكن المشكلة في حفلات النساء، المشكلة الأكبر في حفلات النساء طبعا من ناحية الزهبة، من ناحية الفستان، من ناحية المكياج، من ناحية في بعضهم حتى كذلك أهل العروس وما أهل العروس وخواته يتكفل فيهم ويصرف عليهم من ناحية المكياج والملابس، وهذا كل يحملون المعرس من غير الزهبة وما زهبة ومن غير الصالة. والله يا مسات الوالدة تخبرني تقول لي محطين ولايم وغيره والوحدة تتهبش، مش تتعشى تتهبش، بس يعني يمكن تاكل يمكن ما تاكل، فالأكل هذا كله آخر شيء عزكم الله وعز الله السامعين والمشاهدين ينرمين في الزبالة، يعني لا حد ياكل منه ولا غيره. وكذلك يمكن في دراسات وإحصائيات إن شاء الله راح أقرأ لكم إياها اليوم، وايد بقرأ لكم أشياء. فكذلك في دراسات وإحصائيات تثبت، ها هاي عندي دراسة تقول 86% من المواطنين تكاليف الزواج سبب العنوسة والاقتران بأجنبيات. يعني بطريقة أو بأخرى صار هذا اللي هو البذخ والحفل سبب رئيسي في انتشار العنوسة والزواج من أجنبيات من بين فئة الشباب، وهذه خسارة بالنسبة لنا نحن. يمكن أخوي بعد عبد الله المهيري جزاه الله خير طرش لي دراسة اللي هو أن الزواج من أجنبيات يكلف الدولة 200,000 طفل تقريبا سنويا. هاي راح نأخذها بتفصيل أكثر إن شاء الله في الحلقة الجاية، لأن أنا كنت اليوم مخصص الحلقة بدخل موضوعين في بعض، بتكلم عن هالموضوع وبتكلم عن الزواج السري وأنواع الزيجات وغيره. ولكن جزاهم الله خير الإخوان والخوات نصحوني قالوا لي لا أفصل الموضوعين وخلي الحلقة خاصة، هذه تبالها نتفرع لها، وهذه بعد نخصص لها حلقة خاصة. كذلك كل الشكر والتقدير لأم مروان إذاها الله خير كتبت لنا هالمقالة، بعد بقرأ لكم إياها بعد شوية وعطوني رأيكم فيها وقولوا لي هل أنتم كنساء مؤيدين لهذه البادرة بأن نحن نوقف حفلات الزفاف الخاصة، نوقف الولائم الخاصة بالنساء والبذخ اللي صاير في أفراح النساء من كوشات ومن طاولات ومن أنواع المنيوات القوائم الطعام اللي تصرف وتهدر وترمى آخر شيء في الزبالة؟ هل تعتقدون من وجهة نظركم أن الإسراف الزايد في حفلات النساء هذا سبب من أسباب السعادة الزوجية ولا هو سبب من أسباب التعاسة لا قدر الله للجدام؟ وهل نظرة الناس تعني لنا بأن نحن، هل الناس يعنوننا بأن نحن نسوي لهم أو يستاهلون أن نحن نسوي كل هذا عشان الناس، أو أسوي عرس خيالي أسطوري مثل ما يقولون البعض أن أنا بيتكلمون عني وقاعد أعبي جيوب هذه المكاتب اللي كل يوم يتفننون لنا ويبون لنا شيء من برع ويدخلون علينا؟ يعني المسألة قبل كانت كلكم عارفين الأعراس ما كانت تكلف ربع ربع، بمعنى الكلمة أقصدها ربع ربع اللي تكلف اليوم، ربع ربع، وكانوا الناس يتساعدون. وهذا اليوم لا، اليوم استوى الحمل كله مرماي على شخص واحد ألا وهو المعرس، وإذا عنده أهل بيساعدونه أبوه أخوانه وهذا، وطبعا هو باكر بيضطر بعد يساعدهم يوم بيتزوجون، فيمكن اليوم هو يساعد، اليوم هم يساعدونه باكر بيضطر أن يساعدهم، فدين في النهاية. فهل أنتم معه ولا ضد؟ أنا اليوم بحاول أركز على الخوات، وكذلك أنا أبغى الشباب من الرجال كذلك يشاركونا. أنا أدري إن فترة مباريات يمكن الناس مشغولة بالمباريات وغيره، ولا نزار في مباريات الأسبوع الجاي؟ هل أسبوع ما شيء؟ الحمد لله الأسبوع الجاي عاد أنا بربطهم ربطة، ها ترى أنا أقول لكم الأسبوع الجاي بنتكلم عن الزيجات السرية وهذا، فتجهزوا. أنا نادرا ما أحجز حلقات ودائما يعني إلا لا قدر الله إذا في طارئ يمكن يضطر أن نغير الموضوع. فأنا ببدأ الحلقة اليوم بقرأ لكم طبعا مقال أم مروان تقول: ما أن يتقدم شاب لخطبة فتاة ما حتى تبدأ سلسلة الأحلام، فكل من الفتاة والفتى يبدأ برسم أحلامه بالفتاة، فالفتاة تحلم بفستان العرس ومن أين
ومن أي دار سيكون، وكيف ستبدو ليلة الزفاف، ومن ستغيظ بجمالها، وكيف ستكون ليلتها أفضل من بنت فلان وفلان، وكذلك الشاب كيف أنه أصبح رجلا، ومن سيدعو لعرسه أبو فلان والسيد فلان، وفي أي صالة سيقيم عرس الرجال. تستنفذ جميع المدخرات في كل هذه الكماليات، وبمجرد انقضاء شهر العسل تتبخر الأحلام وتبدأ طاحونة الديون بالعمل. فقد انقضى المعازيم ورحل الصبابون، وأصبحت الأفواه مفتوحة، الكل يريد قصعة، ومن أين لك أن تطعم كل هذه الأفواه؟ مر الصالة، الديكور، الصبابات، المصورون، الفرقة، الفنادق، التذاكر إلى آخره. تقتل كل الأحلام مقابل سد فاهي أم علي وأم راشد وأم فوزية، لأن عرس ابنتها كان مميزا، فهي نزلت في أرجوحة حلها مزينة بالورود والعصافير. طبعا هذا كلام مروان، وتقول ليجد الشاب نفسه في نهاية المطاف مكبلا ومثقل كاهله بالديون، وهنا تبدأ مقطورة المشاكل بالعمل، فما أن تنتهي مشكلة حتى تبدأ بالأخرى بالظهور، تنتهي لدى التوجيه الأسري. وما أدراك ما التوجيه الأسري؟ صدقت يا مروان. منذ زمن ليس بالبعيد اقتصرت أعراس أبنائنا وأمهاتنا على وليمة بسيطة يدعى إليها أهل الحي القريب في عرس بسيط يقيمه أهل الحي مجاملة للعريس وأهله، كما أن تكاليف الزواج لا تزيد عن مهر بسيط منفق عليه وهدية للعروس وأهلها، وهو ما يطلق عليه الزهبة، وهي تتوقف على إمكانيات المعرس. اليوم ومع غلاء المعيشة الذي نواجهه وجب علينا وقفة حقيقية يتدارك فيها شبابنا ومن أوصلناهم إليه لتحقق الهدف المرجو من التقاء الأسرتين، وهو إقامة أسرة ثالثة على مبادئ وأخلاقيات ديننا الإسلامي الحنيف، ولينطبق علينا قول الله عز وجل اللي هو الآية طبعا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. طبعا هذه مقالة مروان، جزاها الله خير، حاولت تدعم البرنامج هذا والحلقة هذه بهذه المقالة. زين، إذا نحن متواصلين معكم على 600-551-610، ورسالكم نصير قصير للسمس نستقبله على 700-8-7008. وموضوعنا اليوم البذخ والإسراف في الأعراس. أتمنى أن نركز على موضوع، أنا أبغي أوصل رسالة للشباب أن في بنات راضيات بأنهن يتزوجن بأقل التكاليف، أهم شيء عندهن ينسترن، أهم شيء عندهن الحياة الأسرية، تكوين حياة أسرية، الاستقرار الأسري، فاهمين شو معنات الزواج، مش بس فستان ومعازيم وسفر وسهر وغيره وغيره وغيره. إذن نحن متواصلين معكم على 600-551-610، وساكم نصير قصير للسمس نستقبل على 7-008. نقول ألو. مرحبا. السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة مريم الشحي أم حميد، كيف الحال يا طويلة العمر؟ كيف حالك؟ الله يسلمك. كيف أنت؟ أنا شاكر لك تجاوبت وتواصلت يعني، جزاك الله خير. وأنا دائما أحاول أن أتنقى الناس المناسبين للحلقة هذه أو للمواضيع اللي نتكلم فيها. تحطنا على المحك يا أبو يوسف. والله هذا اللي حاصل يا أم حميد. الحين نحن اللي بينا هجوم من شرق وغرب، كل واحدة بتقول لي ليش تقولين هكذا، ونحن بنعرس عيالنا وبناتنا. والله وانت منصفة وعادلة على ما اعتقد يا ام احمد، لا تظلمين هذه ولا تظلمين هذه، انا عارف هالشيء يعني، بس نحن نتكلم عن البذخ. وانا اتذكر في احد البرامج يمكن شاركتي فيه، ودائما استدل على هذا المثال، يوم قلتين ان في وحدة او ثنتين ما ادري والله انزلن عن بحبل وما ادري ايش قايل. نعم يا والله. شوف يوسف، اولا خلني في البدايه اني اوجه تحيه تقدير حقيقه لقيادتنا الحكيمه، دائما لا تصدر للقرارات الحكيمه اللي من شانها انها تعنى بشبابنا وبناتنا من اجل صالحهم. القرار اللي اتخذ من اجل زيجات الرجال والشباب، وان توضع بليمت معين بحد معين، او تجاوب حقيقه كثير من الشخصيات الكبيره عندنا لتنفيذ قرار صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد. نعم. ان الافراح تتم بطريقه معينه ويمنع منها الغداء والعشاء والبزخ الزائد والاسراف في الاطعمه، وان تكون من الفتره ما بين الساعه الرابعه والساعه السادسه مساء. نعم. باهازيج وفقط يعني حلويات ومقهويين وكذا،
حقيقة هذا يعني شيء يشكر له. وأيضا خلني أحيي الحقيقة الشخصيات الكبيرة اللي كان بإمكانها تسوي يعني أمور عجيبة، ولكن تجاوبت مع هذا القرار وتضامنت مع عيال شعبها. واليوم إحنا كان عندنا أفراح القواسم، نعم. الله يدوم عز الجميع وعبادتنا، ونوجه التحية عبر أثيرك للشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، اليوم كان زفافه وحفلة زفاف، وكانت فعلا ملتزمة بالقرار اللي هي من صاحب السمو الشيخ خليفة، إن من الساعة الرابعة إلى السادسة حقيقة، والله يسعدهم إن شاء الله، يسعد الجميع. آمين. يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين، الله يبارك فيك. ما يحدث الآن حقيقة من يعني هذا البدخ الزائد، من حقيقة هذه المصاريف التي باعتقادي لربما أن سنحاسب عليها في يوم من الأيام. أم حميد اسمحي لي على المقاطعة قبل لا تدخلي، أنا خليش تعطيني مقدمة، أعطيني مشاهد من اللي شفتيها أول شيء. صعب اعطيني ما يخصني، حاولي انك ما تلمحين لحد، لكن انا ادري معارفك وايدين، وادري انك تسيرين اعراس وايد ما شاء الله، ودائما راعيت واجب، فابغي مشاهد. اذا دعيتم فاستجيبوا يا اخي، اذا دعيتم فاستجيبوا. جزاك الله خير. ولكن ما يحز بالنفس فعلا، انا بقول لك المشاهد اللي آلمتني، انا اللي عكس المشاهد اللي بقول لك اياها، انا ما بقول لك عن البذخ الزائد، بقول لك عن حاجه بعض الناس اللي يدخلون الاعراس يضعون الاكل اللي يزيد اللي في يعني اللي كان طبعا مكومينه بطريقه غير عاديه في الصحون او في الحراريات الكبار، وهذيل يحطونه في اكياس ويخلطونه عشان يودونه لعيالهم المحتاجين، طبعا هذيل اللي ما عندهم اكل، لان تاكد ان الانسان اللي مو محتاج ما يسوي كذي، فقط الانسان اليومعان اللي يسعى الى لقمه عيشه. فشوف هذه الصوره، هذيل الناس اللي ما عندهم كيف يسيرون عشان يدخلون العرس هذا، عشان يشلون الأكل، يشلون كيك، يشلون مشاوي، يشلون عيش ولحم حق عيالهم، ويخزنون ويأكلون بالأيام. بينما للأسف حقيقة أنا أقول لك إياها، نرى الولائم والذبائح واللي يعني شيء زايد عن الحد، اللي يعني تقول يا جماعة الخير اتقوا الله، يعني لا تسرف لوم البحر تنزف. هاي أمثلة ترى أنا ما سمعت اليوم، سمعت أنا عن حياة أبوي وعند أهلي وعند جماعتي الجدام، بما أني أنا خبيرة التراث. فدائما الكلام اللي كانوا يقولونه طال عمرك من محض تجربة، يعني نحن اليوم إذا يا الرجل هذا حط له مليونين في العرس، والله اليوم أسأل وحدة من الأخوات أقول أختي فستانك بكم؟ قالت أنا فستاني أجرته. بكم أجرتي؟ يعني عطتني المسمى عند وليد عبد الله. أنا بقول لك أجار الفستان ب30,000 يعقوب، أجار فستان يلبس لمدة ساعتين وتفسخ البنت عقب، يعني يا ريت تنفي كبتها مثلا، اعطتها حق حد او ان كذا، 30,000 درهم اجار. يعني يا سيد الفاضل، يعني هل يعقل هذا الكلام؟ يا جماعه الخير، يا بنات اتقوا الله في الرجال، انا عندي شباب وغيري عندهم شباب وعندنا ريايل يبون يعرسون. يعني انا ولدي اليوم اقول لامي بتتزوج، قال لي امي انا ما عندي احط مليون ومليونين حق العرس. امانه انا اقول لك اياها، العرس يبغي وتبين نطلع اقل غيرنا، لان هذا اللي يسمعونه. وانا بخبرك بعد شيء يستوي عندنا الحين، الريال يوم يجيه المعرس يخطب عنده، قال له مرة مول ما نشتري غير الريال، فرح مسكين، قال لي الحمد لله أنا طحت واجف، ما يبون غير الريال، عيال بنسوي لي الله يقدرنا عليه. دخل مسكين المعمعة هذه، ويا ريت ما دخل الفقير. نبل مهر، كم بوي مهر؟ الله يرحمك يا زايد من سلطان، كل البنات سواهم، سواها 20,000 مقدم طال عندك، 30,000 مؤخر. قال لي هي هذا 20,000 المهر، هذا في المحكمة بس ينكتب على الأوراق. هي إحنا علينا مصاريف، شو عندك مصاريف بارك الله فيك؟ تراها الكوش بنسويها ب50,000 وتعديل بس الصالة بروحها يبالي 80,000. أنا أقول لك الأسعار، أقل الأسعار أنا أتكلم عنها، عن أقل الأسعار، لأن اللي سووا ب20,000 انتقدوهم للأسف. زين يطلع عن الحرمات قدامي أنا قبل كم يوم صار موقف بيني وبين أحد الأخوات، قالت تصدقين حرام عليهم سووا في البنت كده. قلت له ليش يا أختي؟ قالت الكوشة بس ب25,000. قلت له شي حبيبتي، 25,000 شوية طايحة في الشارع؟ 25,000 شوية، في من الناس يصرفون على بيوتهم 5,000 شهري، يعني هاي 25,000 هاي مصرف 5 شهور حق عائلة، أب وأم وعيال وبيت وكهرب وماي وبشاتير وغيره، كيف يعني كوشة بتيلس عليها عروس على كرسي؟ لا، لازم الكوشة تكون بستايل معين، ولازم الفستان يكون يعني شيء مو بعادي، ولازم يسوون طال عمرك حركة مو بعادية حق نزلة العروس. وغير كذا لازم يسوون زفة العروس والمعرس، ولازم يا طويل العمر الطاولة والكراسي يسجلون قصايد بعد الحين أم حميد، ويبون شاعر مشهور ويدفعوا له زيادة
رزق الابل على المجانين طالع بك. اي والله العظيم. وكل وحدة تنافس الأخرى، وكل عائلة تتنافس مع الأخرى، وكل رجل ينافس الآخر، وهلم مجرة. احنا ما نقولكم لا تفرحون، احنا ما نقول يا جماعة لا لا لا, لا تطلعون أعراسكم بطريقة طيبة وتظهرون عرسكم بطريقة يعني جميلة وتجمل الناس، ما نقول لا، ولكن نقول اتقوا الله. احنا اليوم يعني محاسبين حتى عن اللي نصرفه، عن فلوسنا اللي تينا. يا جماعة الله أعطاكم وغيركم ما أعطاه، الله عذاكم عشان تعطون غيركم. الحين لو هم الحين واحد عنده ويسوي بنقول ما عليه، لكن المشكلة ما عندهم ويسوون، اللي ما عنده يبغى يسوي أحسن من اللي عنده. أنت أقول لك أنت الحين عنزين أم حميد، كلامك يناقض أو يأيد الدراسة اللي عندي هنا، ما أدري والله أنت جاوبيني. نعم. 72.6% ركزوا ياي، 72.6% نعم. يعني تقريبا 75% يعني إذا ما كنا غلطانين، من المواطنات لا يمانعن الزواج بشباب محدودي الإمكانيات المالية والإمكانات المالية. شو رأيك في الكلام؟ أنا شو بقول لك شيء حتى أكون منصفة، يمكن العدد مبالغ فيه، النسبة مبالغ فيها، ولكن أنا أقول لك 50% من بناتنا، وأنا أقول لك إياها مع قناعة، يبن الستر. والله سمعت واحدة تقول لي أم حميد أبغى أستوي أم، أنا مستعدة أسوي أشياء بس أسوي أستوي أم، أبغى أتزوج. يعني شو أسوي؟ كم يعني عمرها يا أم حميد؟ يعني عمرها يمكن عدت 30. إذا هذه وعدت 30 ترى لو كانت في 20 ما بتقول لك كذا. تشي أنا طايحة، تشي أنا ما بهذا، تشي بنتنا طايحة، الأهل ترى هذا كلام الأهل بعد. شوف أنا بقول لك شيء، تخيروا لطفيكم فإن العرق دفاه. لا أمانع في قضية الاختيار. نعم. ولا أمانع في قضية إني أنا عندما أزوج ابنتي يعني مثل ما تقول أبحث عن الرجل صاحب الدين، صاحب الخلق، صاحب الصلاة، الرجل اللي بيصون لي بنتي. أنا مربي بنتي لين وصلت 20-25 سنة، وآخر شيء أعقها لسكير العربيت، هذه بعد ما يجوز. لا بس أنا أبغي بهالمواصفات، وأبغي بعد يسوي لي العرس بمستوى يليق فيه، يعني يليق فيها يعني بنتي. إحنا الآن يجب أن نكون وسطيين يا أخي. نحن مو مطالبين أن نحن نصل إلى المثالية، ولا مطالبين ان احنا ننزل الى المرحله السفلى، ولا اطالب انكم ما تسوون اعراس، ولا اقول انكم انتم ما تفرحون بعيالكم، ولكن خير الامور اوسطها، حتى الدين نفسه خير الامور اوسطها. نعم. في الدين فما بالك في الامور الحياتيه اللي نعيشها. اليوم نحن كلنا 800,000 يا جماعه الخير، يعني تكاثروا فاني مباهم بكم الامم يوم القيامه. نحن كيف نحن بنتكاثر ونحن بناتنا اكثر عن نسبه 45% وزود، عوانس، مطلقات، أرامل يا أخي، ورجالنا وشبابنا للأسف مثل ما قلت هاي روحة بها لحلقة خاصة، الاتجاه للزواج بالأجنبيات. اليوم أصبح كل شيء مفتوح أستاذي، يعني الرجل مو بحاجة لزوج الآن، لأن كل شيء متوفر عنده للأسف. أنا أقول لك إياها، فتأخر سن زواج الشباب، تأخر سن زواج البنات. المتطلبات هذه اللي تكاد تكون قاتلة، تكاد تكون تكسر يعني ظهر الرجل في الطلبات هذه. وعلى فكرة خلاص انوخذت هاي القاعدة ان بنات الامارات يبون الريال اللي عنده جيبه مليان، واللي بيصرف واللي بيسوي. صدقني والله يعقوب، انا اقول لك اياها، اذا كانوا فعلا نصف بناتنا كذي فالنصف الاخر لا. نعم صح كلامك. يعني الرجل، انا ايضا اوجه يعني نداء للشباب، انت ما استخسرت يا اخي نصف مليون في سيارة، ولا استخسرت المليون في سيارة، ما عندك مشكلة تصرف، ولا استخسرت 100,000. يقول السيارة أنا شغلها متى ما شغلها، أبندها متى ما أبندها، ما صدع لي في راسي. ترى أقول لك الحين هاي المشكلة. لا بقول لك جملة قالت بالحرف مع احترامي لمن قالها، قال السيارة بتجيب لي 1,000 عروس، كل بنت اليوم تطالع السيارة. شو رأيك؟ صح. يعني هل نحن البنات أعطوا فكرة إن البنات ينظرون للمظاهر فقط؟ يا أخي أنا بس أطالع سيارة الريال وأطالع شو عنده وشو ما عنده، يا أخي خذوهم فقراء يغنيهم الله. والريالين ترى شبابنا مو بخدي، أنا بوجه نداء للبنات، ترى شبابنا مش أغبية، يعرفون البنت المصلحتية، البنت اللي تباه بس حق فلوسه حق جيبه، يمكن شيء منهم مع احترامي يستوون ها كذا مع نوعيات معينة من النساء، وما أريد أوضح زيادة، ما لي علاقة، عرفت كيف؟ ويعني على قولة المصر اللي على راس بطحة يحسس عليها. زين الحين هل يؤدي التكاليف او التكاليف هاي تؤدي للعنوسة والاقتران بالاجنبيات؟ احيانا نعم،
احيانا نعم، بس الزواج من اجنبيات اذا كان الرجل يحسبها بطريقه ماديه فهو غلطان، لان هاي الاجنبيه كل سنه بتسافر لبلادها، وكل سنه بتطرش 25 شنطه لاهلها هناك، وكل سنه تبتي امها وابوها واهلها نحملت ونربت ونمرضت وغيرت ابو اهلها هنا. فنسبه تناسب، حط حق هذه نص مليون وخلها عندك وما بتخسرك عقب، ولا انك تتحط في البدايه 10,000 ولا 20,000 زين وعقب تخسرك مليون. انا اقول لك اياها هي كذا، ما لا يسمونه مبدا ثاني ولا تفسير ثاني، هي كذا. الاهالي لهم دور محمد، ما في شك في هذا الكلام. بعض الاهالي يعني الله عطاهم عقل ويبون يسترون على عيالهم وعلى بناتهم، يعني الى درجه تزوجوهم واعينوهم، عندهم هذا الشعار. وبعض الاهالي لا، عكسها مو لي، يعني زوجوهم وعيشهم وراهم، فهذه مشكله اخرى. يكلمني يعني ريال ام حميد من الزعاب، نعم. ما اخذ وحده، وطبعا اخو البنت اللي يكلمني يقول يوم يا، نعم. قال يوم يا يتقاصون وكذا، قال 80,000 زين. قال لا لي ابوي، ابو البنت يقول ليش 80,000؟ يقول لي وايد 80,000. نعم. قال له ها كم تبون عيل؟ كان يقول لي 50 زين، اذا عندك زين، اذا ما عندك بعد حط 5,000 وشل البنت بثيابها. تموا يطالعون بعض هاي لك، يقول لي زين. قال لابوي 50,000 زين حق زهبته وحق هذا. حتى نعم. حتى الريال بيني وبينك يقول لي يعقوب رضيعتي اتصلت فيني، قالت لي الريال ما عنده والكوش شوي ومش عايبتني وهذا، يقول نشيت كتبت لها شيء، قلت لها هاي هديه مني انا لك. فشوفي كيف الاخو عان الريال هذا، عان اخته، كيف الابو قدر ظروف الولد وعلى حسب ما عنده عطاه، يعني ما نظر للموضوع، يقول انا ما ابغي بنتي، ابغيك بتعزز كرم بنتي، هذا اللي ابغاه، ما ابغيك تعيش مديون، ما ابغي عيالك باكر يكونون مديونين، ابوهم مديون ما يقدر يصرف لهم، ما يقدر يصرف لهم. انا شو اقول لك يا يعقوب، قلت لك في من الناس ولله الحمد الله سبحانه وتعالى اعطاهم عقل ويريدون ستر لعيالهم وستر لبناتهم، وفي منهم للاسف يفكرون فيها بطريقه اخرى تماما، يفكرون في المباهاه امام الناس، المغالاه امام الناس. والله يعقوب، والله لو تشوف الاكل اللي تم على الطاولات، والله الحريم ما ياكلون، يطالعون بعض ويطالعون عقود بعض وفساتين بعض. انا بخبرك على الحريم، انزين، وكل وحده تدخل، بس من تدخل من انت من الباب، البنيه دخلت من الباب، طالعوها من راسها لريلا، شو لابسه، ماركه ولا مو ماركه، ساعة رولكس ولا نوع ثاني. بالله عليك يا ام حميد انا بسالك هالسؤال، لانك انت تخالطين ما شاء الله عليك، تصيرين على راس الشيخات وهذا، بالله عليك انا اللي اعرفه، هذا اللي اعرفه الحين، وانت بتاكديلي الكلام هذا، هل الشيخات يسوون اللي يسوونه العوام؟ بخبرك ابو يوسف، الله خلق وفرق، اخوي اللي عنده مليار انصرف مليون ما عليه باس، واللي عنده مليون انصرف 100,000 ما عليه باس، لكن اللي ما عنده 10,000 درهم يصير يحط فستان ب 20,000 كيف؟ أنا ما أدري، أنا سمعت، والله سمعت حريم تجار وشيخات ين العراس بلبس جدا متواضع وعادي وما يسوون هذا كله. يعني في بعض الشخصيات أنا أعرفهن تصير العرس حتى خاتم ما تلبس. يلا ينلبس الساعة. أنا بخبر. أقول لك ترى أنا استغرب. طال عمرك بدي الشيخة بتطلع شيخة. إيه ترى أقول لك أنا الحين هذا الحين لو تبى. تقدر والله العظيم تلبس عزك الله، مش ساعة، تقدر تلبس نعال الماس. بس ما يسوون، والله ما يسوون، انا استغرب. يعني انت الحين منو راكبه لي سياره ما ادري بدين وفستان ما ادري متسلفه ولا ما ادري وين شو مسوي في عمرك؟ انا ابو يوسف امانه انا اقول لك، وساعه مسويه جمعيه وشارتنها، يعني ما ادري كيف. الان اصبح عندنا منافسه قويه جدا في هذه القضايا. انا شوف، انا البس، انا ما اروم، انا عيب على الناس واقول لا مثلا اني انا المثاليه اللي يقولون ترى محمد، لا والله نلبس، لكن بقول لك شيء، ما يجوز انا امدري لي الا على قد الحافي. اذا عندي نعم بشتري وباخذ وبسوي، واذا ما عندي لا والله، هذه حدودي وهذه امكانياتي. انا المهم عندي اني ما اصير امد يدي حق حد، ما اصير اتسلف، ما اصير اطلب، ما اصير ابين عمري اني انا يعني الوحده اللي الله وكيلك محمد كفيلك، وفي الواقع لا، انا شيء ثاني. هذه المصيبه اللي عندنا. وإذا أنا الناس بتحترمني على ساعة طال عمرك وعلى فستان وعلى سيارة وعلى رقم، فأنا مهو بحاجة لهذا. أي والله. أنا نعم. وحدة عن عمري أقول نعم، أنا نعم. عن عمري أقول نعم. أنا ما لي نعم. علاقة في غيري نعم. لكن عن نفسي أنا أم حميد نعم. أنا إذا يعقوب ما يقدرني كأخت وكزميلة معاه في هذا المجال، والفلان وسين وصاد من الناس ما يحترموني لشخصي أنا شيخ ولا عشيري نعم. ما لي علاقة،
إذا ما يحترموني لشخصي أنا ما أريد حد يحترمني على لبس. طال عمرك اللي في السوق ما يتمنى مخلوق يعقوب. نعم. هذا مثل قديم بعد، اللي في السوق ما يتمنى مخلوق، لأنه وايد ندور طال عمرك الشيء الغالي في شيء أغلى عنه، وندور الجميل في أجمل عنه، وندور طال عمرك المعنى في حد عندهم معنى أكثر عنه. هذا أنت بتتعب. القناعة كنز لا يفنى يا أخي، خلق قنوع راضي بما كتب الله لك. إحنا ناس طال عمرك الله سبحانه وتعالى وزع الأرزاق لعبيده، الله أعطاني أنا شيء وعطى هذا شيء وعطى هذا شيء، فنحن يفترض أن نحن يعني أن نقدر هذا الخير والنعم اللي نحن فيها. يفترض أن نحن يعني نكون شوي متواضعين، من تواضع لله رفعه، مو إحنا مترفعين في كل شيء. بعد ما أعطيتني مثل صور يا أم حميد، والله بتعب، لأن للأمانة أنا أقول لك أعطيني شيء زي للناس مش لي أنا، عساس ما يقولون تبالغون. شو أبالغ؟ عشان ما يقولون تبالغون. أبالغ لما يقولوا لي إن الكوشة هذه كلفت 500,000؟ أبالغ لما أقول لك هذه الكوشة كوشة، ها كوشة، أنا ما أتكلم عن الأكل ولا بتكلم عن اللبس ولا بتكلم عن شيء، بتكلم فقط بس ها عن منظر الكوشة اللي بتجلس عليها العروس. يعني أنا حضرت أفراح للأمانة أقول لك إياها في كوش عدت 5,000,000. كوشة بخمسة مليون؟ 5,000,000. نعم. أكو شيء طاح حذالك حتى. حذالي عندك يمكن. كوشة بخمسة مليون؟ نعم طال عمرك. ها أبو عايدي يسمع، أبو عايدي طاح أظني يسمع 5,000,000. ألو. أبو عايدي. هلا أخوي. كيف الحال؟ تحياتي. نحن مفروض مخلينك على الانتظار، بس الظاهر 5,000,000 هزتك شوية. هاي هزتك وهزتني وهزت مين معك؟ لا أم حميد بعدنا. أم حميد. طال عمرك. يا مرحبا يا أبو عايدي. يعني الله يبارك فيك أم حميد، جزاك الله خير. أنت الكينج يا أبو عايدي، أنت ملك الإذاعة وملك، يعني أنا ما أقدر أدخل معك حقيقة. لا والله كلامك انا انا حتى لا تعرفون انتوا ليش الاستوى الحين ابو عايدة كان على الهولد لين ما تخلص ام حميد عقب بيدخل، بس نزار من سمع 5,000,000 ما ادري كيف اشتبكت الخطوط عنده. الحين نحن نتكلم اذا كوش ب 5,000,000 على الزهبه بكام، واذا تكلم اذكر ايضا المطرب اللي احيا هذا الاحتفال، اخر مطرب كان عبد الله بخير، لا اله الا الله، وانا حاضر العرس هذا واذكره مستحيل انساه، لان كان عرس خيالي للأمانة. طيب أم حميد بالله عليك، في ناس يواعى، في ناس محتاجين، في ناس ظروفهم جدا صعبة، في ناس مثل ما تفضلتي وقلتي يعيشون بالشهر بخمسة آلاف. اللي عندي يا أخي 10,000,000,000. لا بس اللي تشوف كذا يعني هذه بعد تحز في نفسه ترى، يعني شوية شو بتقول أنت؟ خبرني شو الآلية اللي أنت بتتبعها عشان تقول أنا جايب لكم عساس تعطوني حلول. أعطيك حلول في شو؟ أنا ما شو بقول لك شيء. إنك لا تهدي من شئت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. هذا الأمر طال عمرك طالع من الشخص نفسه، من الإنسان نفسه. إذا أنا عندي قناعة وأعرف أن هذا المال أنا محاسب عليه، هذا المبلغ اللي أنا حطيته هني كان ممكن ينحط في مكان ثاني أجر لي وأفضل لي، يعني فهذا أكيد بيكون هذا الإنسان الله راضي عليه. ولا ربما يا أخي، ولا هو عنده قناعة عنده واضح، هو يريد أن يمتع عياله، يريد يحس أنه خلاص هذا إنجاز اللي سواه. فما نقدر نحن نغير الواقع هذا. نحن نوجه مسجات، نوجه رسائل عبر يعني تلفزيونك الموقر برامجك هذه، ان يا جماعه يعني انا رد اقول لا تصرف لوم البحر تنزف، لا تصرف لوم البحر تنزف. نعم. واتقوا الله في عيالكم وفي بناتكم وزوجوهم واعينوهم يا جماعه، هذين الحريم بيكبرون ما بيحصلون حد يعينهم، الام بتموت والابو بيموت بيروحون، بتم هذه البنيه ما عندها حد، لا عندها ظنة ولا عندها حد. وبخبرك اليوم ترى ما حد يشيل حد، لا أخو يشيل أخو ولا أخت ولا حط عمرك، كل يوم يقول كل واحد يا الله نفسي، هذاك الزمان روح، اليوم أمهات معقوقات في المستشفى. زين أم حميد، أم حميد بعد في شباب مواطنين يقولون ليش يوم المواطنة تتزوج وافد ما تطلب منه شيء؟ كيف يعني؟ هذا والله يعني في رسالة، ليش المواطنة يوم تتزوج وافد ما تطلب منه شيء، العكس اللي هي اللي تعطيه، ويوم ييها المواطن هذا واحد يقول لي في بعض البنات تبغين مهر 100,000 وتقول ليش ما عرفت؟ يعقوب لكل قاعدة شواذ، لكل قاعدة شواذ. إذا كانت وحدة وصلت إلى مرحلة من العمر وما حصلت رجل يأخذها وحصلت هذا الوافد وهو كان يعني في مواصفات معينة وهي اقتنعت فيه، فما بيدنا حيلة. عرفت كيف؟ هي خلاص ارتضت هذا الشيء، ما بيدنا حيلة. عموما أنا بس بترك مع أبو عايدة. جزاك الله خير يا أم حميد، مشكورة وما قصرتي ومشكورة على النصائح الطيبة إن شاء الله. مرة ثانية لكل يعني
اللي بيتزوجون هاي الايام. احنا عندنا افراح كثيره خلال هذا الشهر. نعم زين، والحمد لله ان الجميع فعلا نتمنى منك ام حميد انت جزاك الله خير، دائما متواصله مع الناس، دائما عندك محاضرات، دائما عندك ظهور في الاعلام، نتمنى تشددين على هالموضوع كذلك. والله ونتمنى نسمع بوادر طيبه يعني من بعض الاسر، ونتمنى تكون في جراه عند البنات او بعض العرسان اليدد هذيل ويتخذون قرار بانهم ما يلبسون الفستان الابيض، ما بتكون في عندهم وليمه، واللي بي يا حياه الله يعقوب. واللي ما بي برايه يعقوب، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ما هذا اللي نحن نتكلم عنه، التغيير دائما يبدا من الداخل. نعم يبدا من الداخل. نعم. يعني نتمنى الخير للجميع، ويعني نهني الجميع، ونتمنى عدم المغالاه هذه يا جماعه الخير. ومثل ما قلت الله يحفظ ان شاء الله بلادنا يا رب العالمين. آمين. آمين. اليوم هزه ارضيه هزت العالم كله. نعم. خلت الناس شوف كيف يتصرفون. نعم. فترى رب العالمين يروم يجلبها عاليها واطيها. نعم جزاك الله خير. يا اولي الالباب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حسناتك مشكوره يا ام حميد. طبعا كانت معنا الاستاذه مريم الشحي، مربيه فاضله ومحاضره ودائما متواصله ما شاء الله عليها ويا الناس، وجزاها الله خير على هالكلام طيب. ابو عايده سلام ورحمة الله وبركاته. أبو يوسف كيف الحال؟ أول شيء أنا عارف أنك بتقول لي موضوعي نفس موضوع الدكتور يوسف الشريف جزاه الله خير، وتحياتنا إليه إذا كان يتابعنا، بس برنامج أظني بعد ما خلص برنامج تقريبا على وشك اللي هي. أنا والله بالصدفة اليوم سبحان الله، يعني قدر الله ما شافع الماء من بدأ الصدفة، أنا دائما أقول الله سبحانه وتعالى مقدر وكاتب، فكنت أتابع اليوم فشفت بيتكلم نفس الموضوع اللي نحن بنتكلم فيه. فدليل إن الحمد لله في تخاطر افكار وفي توارد افكار مثل ما يقولون. نعم. ومتفقين نحن كمجتمع ان نحن محتاجين لحلول لايقاف مثل هذه الظواهر السلبيه. صحيح. والله تحياتي لمنزار والاخوه المستمعين والاخت الاستاذه ام حميد ما قصرت يعني، والاخوان اللي بيتكلمون. والله انت باين دارس علم البارا سيكولوجيا. نعم. او البارا سيكولوجي. فانت ما شاء الله توارد الخواطر يعني، بالعكس نحن يعني ما تطرقنا لمثل هذه الموضوعات منذ فترة طويلة يعني. نعم. بالنسبة لموضوع اليوم يعني المشكلة مش في المهر، يعني الناس دائما يقولون في المشكلة في المهر، حتى لو هو دفع المهر 50,000 100,000، لكن تصور مثل ما قالت الأستاذة أم حميد فعلا كوشات توصل لهذا المبلغ. نعم. إذا أنا كنت أعرف واحد متوسط الحال ومسوي كوشة، بس ما سألته هو، أنا بالصدفة بعد تواجدت هناك بس عارف عرسه، فسألت الرجال اللي يقوم بالتصميم وهذا، قلت كم هذا؟ أنا قلت يمكن 30-40 بكثير 50. قال هذا 120,000. شو هذا الكوشة؟ الكوشة. قلت له بس؟ قال لا، بقية الأشياء عليه هو بعد. قلت شو؟ الورد، التصوير، ما أعرف شو، ويحطون هالشموع على الطاولات وكذا وكذا إلى آخره. يعني أنا بقول لك قصة، أقول حق الريال يا أخي أنتوا أذيتونا يوميا بهالكونتينرات رايحة وجاية ورايحة وجاية، شو هذا الكونتينر؟ شو في بيت مال أربعة مال أنت؟ يقول هذا يجيب أول فرش جديد عشان هو يتزوج، الحين هذا ماما تقول إن هذا الفرش شوي لون غير عن لون ما أعرف شو. قلت كم هذا؟ من وين جايبينه؟ قال هذا الطلبية من إيطاليا. وقلت الحين هذا شو؟ قال هذا بابا يبيع على واحد نفرات مال هذا اللي يشترون أشياء مستعملة. قلت بكم؟ شارين يمكن ب400,000 غرفة نوم، ب400,000 الحين للبيع يمكن 70-80,000. هاي نقطة. النقطة الثانية طال عمرك، هذا الجماعة بعد يعني عندهم بيزات هذول، أقول لهم أنتوا كم مرة سايرين جايين باريس؟ ذبحتونا ترى، نحن عمرنا ما طحنا هنا. قالت والله نحن سايرين حق تش، ما تعرف أبو عايدة؟ قلت لا. قال والله سايرين نسوي فستان زفاف حق البنت ميادة. قلت عشان ميادة؟ إنزين ميادة حلوة وتشبه ديانة وكل شيء، وطول وعرض وجمال وعيون، لكن فستان لازم يسوون في باريس؟ قال إيه والله، هاي الحين ثالث مرة تبغى تودينا عشان قياس وما قياس، وإن والله يعزكم النعال بكم؟ النعال والله في حدود 12,000 درهم. يعني أنت احسب عاد اللي رايح باريس مش حيروح يومين، صح ولا لا؟ طبعا. احسب التذاكر والفنادق والتاكسي والمصاريف
وهناك بيعطون حق هذا وبيعطون هذا وبيبيونوا نفسهم ونفسهم. الفستان بيوقف عليهم في حدود 300,000 دولار. تعالوا ادفعوا حق أثاث بيتي أنا نصف المبلغ. بعدين تعال واحد. إذا هذيل عندهم بعيدة، نحن نتكلم عن اللي ما عندهم، عن اللي ما عندي بعد بقول لك الحين جاي ترى يبغى يقلد اللي عنده، يبغى يسوي مثل هاي. يعني أقول لي أنت متى سرقت؟ من وين سرقت؟ قال يا أخوي محمد أنا تعرفني إذا لا سرقت ولا شيء، خدت 500,000 من البنك سلف وضارب لي خيمة ملكية هالصوب وخيمة ملكية هالصوب. فقط تصور إيجار الخيمتين بالملحقات وبالشغلات 75,000 درهم. حط لي ليزر فوق الخيمة. كل خيمة يعني؟ لا الخيمتين. الخيمتين 75,000؟ إيه نعم، عشان ليلة واحدة، ليلة للحريم وللرجال ترى. زين 75 مو بوايد. زين هذا ترى أقول لك واحد مقطوع ماخذ سلف 500,000. وبعد فترة هو يكلمنا عادي، أحيانا واحد يسأل يقول يا أخوي البنوك ما حد يأخذ سلف. قلنا لي ليش؟ قال والله أنا اتصلت بالبنك قلت لهم أحيانا أنا صار لي أدفع لكم تقريبا 3 سنوات والمبلغ ما يتحرك. مو المبلغ ما يتحرك، قال أنت النص الفوائد لسه ما دفعت. طبعا شوف يعني هذه المظهرية الفارغة القاتلة قتلتنا، مش بس قتلتنا، قتلت سبل الزواج. الحين ولد العم ما يزوجون بنت العم لأن هذا فقير أبوه وهذيك أبوها غني أو العكس. وبعدين قطعت سبل العلاقات. أنك أنت لا لما بتسوي شغلات بدرجة عالية فأنا استحي طبعا أسوي، بالتالي شوي شوي أقطع العلاقات وإن كنت حتى عمي ولا أخوي ولا حتى كذا. شو رأيك أنت؟ زي الحل بعيدة. والله الحل الحكومة ما قصرت، والله يرحمه بواسع رحمة المرحوم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة. سوى صندوق الزواج، سوى صالات الأفراح، حدد المهر، ودائما في توجهاته وكلامه ومن بعد إخوان حكام الإمارات حتى مبادرة سيدي صاحب السمو الشيخ الفريق محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، مبادرة أن تكون الأعراس أظني في النهار عشان ما يكون في بذخ كثير. زين أكثر من هذا الدولة شو تسوي؟ أنت قول الحين مطلوب منا نحن، مطلوب منا نحن أن نكسر القاعدة، أنه تطلع يطلعن بنات شلة من البنات يتفقن على أنه نحن ما راح نلبس فستان أبيض وراح نغير الفستان الأبيض هذا إلى ثوب من عاداتنا ومن تقاليدنا ومن غيره، وأنه ما تكون في ولائم في أعراسنا كنساء، وبنقلص هذه التكاليف إلى 15-20,000 يعني 30,000 بالكثير، والباقي نستغله حق الذهب، حق الذهب يعني الريال حتى يوم أنت عفواً بعيد خلنا واقعين. نعم. الريال يوم بتي أهل العروس عفواً بيوم بيطالبون الرجل بمبلغ معين. أي. إنزين تأشر لي نزار بالبساطة. إنزين لا يعني يوم أنت كريال بتي بتطلب منه بيقول لك يا أخي ما عندي مشكلة أنا، يعني إذا عند أو خلنا نقول إمكانيات متوسطة يوم بتقول له مثلاً هات الذهب مثلاً من ذهب من فساتين من كذا، يعرف إن هاي الفلوس ما احترقت ما راحت، لكن هي أسوي له فستان مثل ما قالت أم حميد قبل شوي ب30-40-50,000 حق ليلة واحدة، أي أسوي له عرس، أسوي له أكل ينعق عزك الله في الزبالة وخلق الله تموت يوع ما محصلة تأكل. يا أخي هذا جدا مبالغ فيه يعني حرام. يا سيدي شوف مال الأكل في الفنادق أو في البيوت، هذا واحد يكلمنا يقول الأكل يزيد ليرمى في مكب النفايات يمكن يأكل 3,000 شخص. يا سيدي إذا البنت نفسها إذا الريال ما عنده قاعدة هي تدفع عشان تبين أمام الأخريات، أنتوا تكتبون في العقد 30,000 وأنا أطلب من 300,000 في المهر أحيانا. لا إله إلا الله. هي طبعا التحايل على القانون. نحن نقول نحن مطلوب منا دور. أي. وإن شاء الله الله يعيننا عليه. أنا أشوف الحل الوحيد ترى نحن شوف من أول ما صدرت جريدة الاتحاد في السنة 79 أو 70. نعم. كاتبين أول موضوع فيه في العنوان الرئيسي عن الغلاء المهور.
من هاك اليوم غلاء المهور والتكلفة لين اليوم هذه القضية ما انحلت. أنا الحل الوحيد فقط أن نستحدث وزارة وأنا طالبتك من زمان أن تكون نفصل وزارة التربية عن التعليم. يكون هاي وزارة التربية تشرف إشراف كامل على حفلات الأعراس. ممكن صدقني هذا هو الحين بقرا لك انا دراسه بعد شوي ان شاء الله بتشوف ان في نسب وفي جزاك الله خير مشكور يا ابو عيد ما قصرت. هي تطلب شهر العسل 15 يوم في استراليا و15 يوم في نيوزيلندا بعد اشوف التكاليف بس انت شوف التذكره درجوله كم. انا مره رحت اليابان الحكومه الامارات دوله الامارات دفعت لي 18000 درهم. سنه كم هاي؟ سنة 83 كنت في اليابان. 83 الحين 18000 ما يودونك هنا دولة خليجية خلها على الله يا عمي. يعطيك العافية أبو عيد جزاك الله خير مشكور ما قصرت جزاك الله خير تسلم تسلم حياك الله يا طويل العمر. انزين واحدة بعد عطني مكالمة أتذكر بعد على طاري أبو عيد يوم يقول شهر العسل أتذكر واحد يخبرني يقول تقدم لعائلة في أحد الإمارات أحد شروط الأم كانت أن يسفر البنت 7 دول شهر العسل 7 دول. أنتوا تخيروا شهر العسل هو يبغي هي تبغي 7 دول هذه الأم، فما بالكم بالمهر وتكاليف العرس والزهبة وغيره وغيره إيش بيكون؟ نقول ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا. هلا بيوسف كيف حالك؟ هلا 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 أستاذ وداد. كيف أنت؟ كيف الحال يا طويلة العمر؟ الله يسلمك. خلاص نحن بعد ما بنتكلم معنا أستاذ وداد وصلت. لا الله يسلمك يعني يمكن اخترتوني حق الموضوع غلط. لا ما اخترتك غلط، أنا أتذكر في سنة من السنين سمعتك تتكلمين تقولين إن في أحد الأعراس كانوا محطين ما أتذكر الكلام يمكن قبل 10 سنوات 7 سنوات والله ما يخطرني، لكن أتذكر قلتي إن كانوا مسوين عرس ومحطين على كل طاولة فيه قفص أظني وعصافير نفس اللون على نفس لون الكوشة أو شيء من هالقبيل. نعم. الله يعطيكم العافية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا صراحة أنا أعترف بحقيقة تراني أنا ما أقدر أوصف لك الوصف لكني لأني لا أحضر أعراس أصلا. ما تصيرين أعراس أبدا. ليش؟ حتى أعراس إخواني خواتي كمان. لا إله إلا الله. مو بعشان أني أنا أرفض حضور العرس بالعكس يعني من السنة تلبية الدعوة لكني إذا وجدت أن في البيت عرس يعني يكون مثل ما نقول عربي أفضل يكون حضوري في العرس العربي أفضل من أني أنا أسير على فنادق وأحضر في صالات وأسمع أو لا أسمع وأنظر أو لا أنظر وأنتقد أو لا أنتقد وأنا هذا الشيء في غنى عنه ما أدري كيف بتي صحيفتي اليوم القيامة فعشان شيء أفضل أني أنا ما أروح. جزاك الله خير. لأن الواحد صراحة هو أدرى من نفسه فيكفينا ما فينا فأنا أقول أحسن الواحد يتجنب إن استطاع من باب التقوى والخوف من الله سبحانه. أم محمد تمر عليك حالات طلاق بسبب الأعراس بسبب تكاليف الأعراس؟ ترى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال أقلهن مهورا أكثرهن بركة. زين. فحد النبي صلى الله عليه وسلم المهر لأنه كان في ذاك الزمن على زمن حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الأساس أو الركن الأساسي في بناء الحياة الزوجية هو المهر. نعم. حتى المؤخر ما كان يذكر لأنه هو المهر الذي يقدم لهذه الفتاة. وكان المهر هذا يعني بأقويات على ذاك الوصف يعني من ذهب أو من فضة. فعلى هالأساس ما كان الحديث عن هاي الأشياء الأخرى فقط أن أتذكر أني قرأت في يوم الأيام للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما نظر إلى عبد الرحمن بن عوف فظهر على وجه عبد الرحمن بن عوف شيء من ال يعني ما شاء الله الجمال أو النظارة أو يعني شيء من يعني مثل ما تقول نشاط الرجل يعني ونظارته فقال له يا رسول الله لقد تزوجت فقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه أولم ولو بشاه يعني على أساس نشهر العرس حتى ولو كان بغداء أو عشاء على شاه واحدة والنبي صلى الله عليه وسلم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما أولم
إلا على زينب بنت جحش بنت عمته رضي الله عنها أم المؤمنين. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في هاي الأشياء البسيطة اللي احنا ممكن يعني نقتبسها لو كنا احنا بنسير على كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول جابر بن عبد الله: ما كان أجمل يوم في حياتي، ما أعد أجمل يوم في حياتي مثل جمال اليوم اللي كنا فيه نجهز لفاطمة الزهراء رضي الله عنها حال زواجها من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فكنا شو نسوي؟ كنا ندخل الريش في الوسادة، يعني هذا أو يعني اللي هم كانوا يسوون يعني يحطون الريش أو مثل اللي احنا اللي نسميه حين حق الوسادة لها. فشو كان عبارة عن جرة وعن جلد مدبوغ ولحاف وسادة وعاء، يعني ما في غير. فنحن لو قسنا على ذاك الزمن يا أبو يوسف زمن، وإحنا في زمن الصراحة أنا أقول لك الصدق، يعني خلوني أناقش، إذا بناقش بصدق. إنزين الأمور كلها تغيرت، والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين تحدثوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسن. فقاله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني لما سألوا هل هذا من الكبر، فقال: لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فالإنسان يحب أن يكون نعاله حسن وثوبه حسن، ويحب أن تكون سفرته حسنة وعقاله حسن إذا كان رجل، وإذا كانت امرأة كذلك بالعكس، أساس الجمال والتزين هي المرأة. فنحن ما نقدر نقول أن نحن يعني أبو يوسف أن نحن يعني نحرم عليها الزين، لا 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 لا، ولا قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. احنا ما نقدر نحرم، ولا نقدر نقول فيه من باب الكراهية، ولا نقدر نقولها أنت منهية عن هالشيء. إذا كان الصحابة اللي هم ذكور ذكروا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك، فكيف بزماننا هذا؟ فنحن في نعمة، والإنسان يتحدث بنعم الله سبحانه وتعالى عليه، لكن علينا بالاعتدال كما قال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فنحن نقول للمرأة: عليك بالتزين وبالطيب وبالتجمل وكل ما يظهر، يعني حتى للأخريات، لأن مهما كان تكون مميزة قدام الأخريات، أنه يكون فقط تزينها وتجملها بشيء من الاعتدال. وكذلك الرجل بعد، أنا أحب أن يكون هذا الرجل يكون على حسن وثوبة حسن وسفرة حسن وعقالة حسن وسيارته حسنة. فأنا مثل ما أنا حين أحب هالشيء، فكذلك أيضا كل رجل يتمنى أن يتميز بهذا الشيء أمام الآخرين. فنحن ما نقدر بس نقول له معتد، لو يعني إذا كان فيه مجال أنك أنت تكرم تبى تشتري نعال، وهناك ماركات متعددة في السوق فيه من زين. أم محمد خلينا حين في الأعراس الله يرحم والديك، صبر بيوسف صبر بيوسف، من 50 إلى 2,000 و3,000 هان على الريالين و5,000. زين يقدر الإنسان يشتري من 50، يقدر يشتري بمية، يقدر من 50، ويقدر من 200، ممكن يقدر يشتري بألف، 1,050, 1,500, 2,000, 2,500 يقدر يشتري، مدام عنده إمكانية يقدر فقط يأخذ الاعتدال، يأخذ الوسط. وكذلك في الأثواب، كذلك في يعني السفرة، كذلك العقار، كذلك المرأة في ثوبها، فستان سوف تحضر به العرس، فستان عرسة، إلها الحق. ماني احنا كل بنت تبغى تتميز، بس احنا نقول له عليك بالاعتدال. استاذ وداد، نعم. هل تكاليف الزواج سبب العنوسه والاقتران باجنبيات ولا لا؟ والله اقول لك لا هي سبب عنوسه ولا شيء. انا هذا الشيء اعتبر اخر الاسباب. عندي انا كمستشاره اسريه وعايشه في التوجيه الاسري اكثر عن 15 سنة. هذا أنا أعتبره آخر الأسباب، وهذا اللي يقولونه الشباب في ذلك، يعني الصراحة كذبوا
الشباب يعني ما في مبالغة عندنا في الأعراس، ما في مبالغة عندنا يوسف اللي هد الريال أو الشاب ما هدته المرأة اللي بيقبل على الزواج منها ولا أبوها ولا أمها. هذا تحصلهم حالات استثنائية، لكن أنا أقولك اللي هدهم هدهم هم أصلا من أول ما يتخرجون واللي يخلص الثانوي صار يشتغل وصار شو أول شيء يأخذ له سيارة بورش ب350,000. طيب أنت معاشك 15 ولا 13,000، دينك هذا اللي هو على السيارة ما يقارب 5,000. فأنت هني أنت ما أنت مو بأنه إقبالك على الحلال هو اللي خلاك عايش في دين، لا 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 لا، ولا عيشك في تعاسة. الحياة اللي أنت عشت فيها بمجرد ما توظفت والمبلغ المالي اللي تأخذ كل شهر واللي عقيت ثلاث أرباعك اللي في ديون. ويوم تسأل الشباب فعلا أنا أقول لك عقب ما يتزوجون عقب ما يتزوجون تسألهم يقول لك أنا هذا الدين عندي من أول ما توظفت. يعني إحنا الحين أبو يوسف يوم يعني أنت تقولين أم محمد، يعني أنت تقولين تكاليف الزواج ما تتسبب في تأخر سن الزواج ولا لها أي دور لحد مستوى أبو يوسف ما في الحين ترى أم محمد أنت أدرى مني أنا يا أختي، أنت تشوفين الحين مو بكل واحد على مستوى اليوم الواحد قاعد يصرف أكثر من مستوى أنا مستواي أسوي حفل ب100,000، ليش أسوي ب500,000؟ أنا بقول لك ما عليك من حرمسة، إحنا عايشين مجتمع وإحنا نعرف الناس ونعرف الحريم ونعرف الرياييل. أكثر العوائل الآن من حتى التجار يقول حق الرياييل اللي بتجيبه ويجيبون اللي بيجيبونه، أكثر شيء أهل العروس هم اللي يكملون الباقي ويدين على حسب قدراتهم. يعني كل حد راغب ترى نشوف بعدنا احنا عندنا هالي يصيرون اعراسهم ام محمد يصيرون اعراس زين نشوفهم ترى يقولون الاكل ينعك في الزباله، نشوف الكواش يقولون يسوونه بكام، نشوف الفساتين بكام. خلونا بقول لك شيء، احنا ترى احنا ربعنا يتقدمون ترى يبون يتزوجون يطلبون منهم كذا وكذا وكذا ولازم العرس في الصاله الفلانيه لازم كذا مشروع بناء، واحنا نعرف ما يانا واحد الا حنتير صراحة نكذب على عمارنا. ليش نقولكم يعني ما هيك زين؟ الحين انت من متى موظف ما شاء الله كلهم يشتكون الدين وبعد ما عرض من متى متوظف من 10 سنين 8 سنين 9 سنين عنبه ما يمنع الفلس. استاذة الله يخليك اذا انا بتزوج ترى بتزوج بس الله يخليك قولي لا تكلف علي بس 20,000 المهر، 20,000 المهر ها بعطيه البنت بعطيه تشتري بس تأجر لها فستان ولا بس المكياج ولا بس الحنة ولا بس وشو بتسوي البنت ولا بتسوي بكوشة ولا بس بضيف بالناس شو بتسوي بالعشرين ولا هي مهرها هي خاص. لا المهر طبعا المهر مثل ما محدد لنا القانون 20 و30 المؤخر، الذهب بعد تكون معقولة ب40 ب50 ب60 ألف. القانون ما يحدد هذه سنة بس مو سنة يعني سنة نسير عليها بس هي مش إجبار مش إجبار نعم إجبار لكن إيه؟ لكن الحين حتى الريال لو تيجي تقولي له مثلا ادفع حق الذهب والمهر وهذا اللي حاصل في معظم الأسر 60 80 100 هي الذهب وهي المهر وهي كل شيء وهي الفستان يعتبر منه يخصمون من الفستان، لكن نحن نتكلم عن البذخ في الصالات يوم يسووا لي كوشة ب20 و50 هاي ترى بعايدة تو يقول أم حميد قالت أنا بقول خل أبو عايد يقول وخل أم حميد يقول أنا ما عندي مشكلة. أنا عني أنا أشوف المجتمع عن قرب. الأيام الأولية كان أيام يعني عفوا أيام أعراسنا صح أني كان يمكن تقريبا المهر مع الذهب مع ما أدري شو من غير الذهب اللي هي يبولها شي كهدايا وشي يعني بقولك ممكن ما بين 50 إلى 70 زين، لكن إنينا على ما يصرف من حلوة على الملكي ها تكلفت وايد كثيرة. الحين الحمد لله افتكينا